ونحاول أن نتعرف الآن على الرؤية بخصوص هذا القطاع في أوروبا. ينضم إلينا للتحليل من مدينة الخبر السعودية الدكتور فيصل الناصر، المتخصص في قطاع التكنولوجيا والمعلومات. أهلا وسهلا بك دكتور فيصل. وبمتابعة أداء شركات التكنولوجيا في أوروبا، نجدها فقدت أرباحا بقيمة 400 مليار دولار تقريبا في 2022. ما الأسباب وراء ذلك برأيك؟ أهلا وسهلا بحضرتك وجميع السادة المشاهدين. الأسباب طبعا كثيرة، ولو يعني حبينا نستعرض الأسماء الخمسة الكبيرة على الأقل سريعا، مثلا عندنا جوجل وأبل مايكروسوفت وأمازون، وعندنا في الصين علي بابا. لو أخذنا على سبيل المثال جوجل، جوجل تعتمد على عدة مصادر للدخل أو عدة ريفينيو ستريمز. مثلا عندهم الخدمات السحابية، تقريبا كان وضعها جيد. التأثير أكثر كان عندهم في قطاع اليوتيوب مثلا، وقطاع الترافيك أكوزيشن اللي هو الحملات الإعلانية الممولة، كان فيها تقريبا انخفاض حوالي 6% بسبب تراجع الصرف من قبل المستهلكين في هذا القطاع. لو أخذنا أيضا مثلا أمازون، كان في عندهم انخفاض في ارباحهم الفصل الربع الثالث تقريبا 9%. وبشكل عام على مستوى يعني مستوى 2022، اهم الاسباب بالنسبه لامازون مثلا انهم صرفوا مبالغ كبيره على موضوع السبلاي تشين او سلاسل الامداد اثناء فتره كورونا، على شورت تيرم، يعني يعتبر فيجن انه حتكون افكتيف ما بعد الكورونا. لكن في كان تباطؤ في حجم الاستهلاك بالنسبة للمستهلكين، فما كان يتوافق مع الرؤية اللي حطوها، فصرفوا مبالغ طائلة وما كانت حسب التوقعات، فاضطروا أنهم يعني يلغوا بعض الأنشطة، ويعني يكون في نوع من التأثير على بقية الأنشطة. وفي تقريبا يعني عامل آخر اللي هو ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة لأمازون، أثر عليها برقم كبير. يعني مثلا على سبيل المثال الربع الثالث فقط 10% من المصاريف التشغيليه، ما يعادل 22 مليار دولار، كانت يعني مصاريف بسبب ارتفاع اسعار الطاقه. بالنسبه مثلا لميتا او الفيسبوك سابقا، ايضا يعني مصاريفهم كانت كبيره وطائله في موضوع الاوجمنت رياليتي والواقع المعزز، وصرفوا استثمارات كبيره، الى الان يعني ما لم يعني يتضح الافق بالنسبه لها. لو جينا على طبعا مايكروسوفت نفس الشيء، كان في طبعا الاسماء اللي ذكرناها بالكامل كلها فيها انخفاض في اسعار الاسهم، يعني من 20 الى تقريبا 35% للمتابعين اسعار الاسهم، وهذا يعني من الامثله او الادله على حجم الخسائر اللي عم يتكبدوها. علي بابا، لو انتقلنا الى العملاق الصيني علي بابا، اللي حاصل في الصين موضوع كورونا وسياسة الصين في موضوع زيرو كوفيد، تصفير الكورونا والإغلاق المفاجئ والحوكمة الشديدة اللي عندهم، تعبت الشركات هذه، ويعني أيضا أثرت على استهلاك المستخدمين. فيعني أسباب يعني طبعا هذه أمثلة من الأسباب اللي أثرت على الأسماء عمالقة التكنولوجيا خلينا نقول، وخلتها يعني تخسر مليارات الدولارات. لكن إذا تحدثنا عن الشركات الأوروبية تحديدا، يعني نتكلم عن شركات بحجم فودافون، بحجم نوكيا، كل هذه الشركات كيف تقيم أدائها خلال 2022؟ وما هي الفرص الموجودة أمامها لمحاولة تحقيق أرباح مع استمرار كل العوامل السلبية على الأقل حتى الآن ونحن ندخل على العام الجديد؟ يعني ممكن نجاوب على السؤال هذا كالتالي، يعني سواء فودافون أو نوكيا أو أي من الشركات اللي ذكرناها، لازم يكون في تنويع في نموذج العمل أو البيزنس موديل بتاعهم. يعني مثلا تنويع في مجالات الاستثمارات، ما يعني ما تكتفي الشركة بمجال معين. لو في مثلا مجالات بسبب خسائر، يعني مثلا شركة علي بابا وفي شركة الصينية بتاعت الألعاب قامت ببيع أسهم في شركات أو في مشاريع يعني مش مربحة، بحيث أنها تركز على المشاريع الأقوى والأفضل.
طبعا التحديات كبيره، خاصه في موضوع الطاقه، في موضوع يعني الكونسيومر بيهافير، طريقه استهلاك الناس بشكل او باخر بياثر على كل الشركات هذه، لان يعني هذه شركات قائمه على الطلب، طلب المستهلكين للخدمات اللي بيقدموها. فاهم نقطه اللي هي تنويع المصادر الدخل او تغيير نموذج العمل. مثلا رئيس جوجل ساندرا ذكر جمله ايضا انه احنا في الفتره القادمه سنتمهل في عمليه التوظيف، ويعني واوقف مشروع لبيكسل بوت على ما اذكر. وذكر جمله اخيره اللي هي حنركز على موضوع الاوبتمايزيشن، عفوا موضوع الافشنسي، موضوع نرفع الافشنسي الموظفين، كفاءه البروسيس والموظفين. طبعا رفع الكفاءه لها معاني مبطنه، انه مثلا موظف يقوم بعشر اعمال في اليوم بتعديل معين على نموذج العمل او اضافه اتمته او اضافه يعني خدمات يعني ادوات مساعده، ممكن هالعامل هذا والموظف ينتج بدل 10 مهام ينتج 20 او 100 مهمه، فبالتالي بدل ما يكون عندي 100 موظف حستغني عن نصهم او ربعهم. بالفعل هي عاده يعني كلمه زياده الكفاءه ترتبط بتسريح مزيد من العمال، ربما هي طريقه يعني راقيه لتسريح العمال. وكنا نتحدث عن التبعات السلبيه لهذا الامر في الفقره السابقه، هل ترى هذا الاتجاه سيكون اكبر في الشركات الاوروبيه خلال العام المقبل؟ نعم، يعني هذا الاحتمال وارد جدا، وشفنا يعني مؤخرا تويتر يعني صرحوا يعني اعداد كبيره من الموظفين في الشرق الاوسط، في امريكا، في كل تقريبا مراكزهم، واثر سلبا على خدمات كانوا بيقدموها. فامر هو متوقع يعني بالنسبه للشركات، لكن تختلف الطريقه والاليه والمنهجيه في كيفيه التسريح. زي ما ذكرنا جوجل كان ذكرها بطريقه لبقه، وقد يعني هي ايضا يعني حكمه منه انه ذكرها بطريقه يعني حضاريه، بطريقه فنيه، انه رفع الكفاءه ايضا لا تعني بالضروره تسريح موظفين، لكن قد يعني هي ضمنيا نعم قد تشمل التسريح، فتعتمد من شركه الى اخرى. لكن موضوع التسريح اكيد يعني حيكون وارد في يعني اذا مو كل الشركات، لعدد مش بسيط من الشركات. دكتور فيصل، طبعا تزداد المنافسه في هذا القطاع الحيوي وال يعني متجدد كل يوم ما بين أقطاب الصناعة، سواء نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين وبعض الدول الآسيوية المهمة في قطاع التكنولوجيا ككوريا الجنوبية. كيف ستصمد الشركات الأوروبية في ظل هذه المنافسة الشرسة، وأيضا أخذا في الاعتبار مشكلة الرقائق الإلكترونية التي تمتد لتؤثر كل الصناعات تقريبا؟ نعم، طبعا مشكلة الرقائق يعني هي سبقتيني في ذكرها. المشكلة هذه يعني لو استمرت أو لم يعني يوجد لها حل حتأثر، وهي يعني أساسا تأثيرها واضح الآن في كثير من القطاعات، لكن لو استمرت بدون حل نعم سيتأثر كثير من الشركات. طبعا التحديات زي ما ذكرنا لكل شركة تختلف، وكل شركة لها منهجيتها في عملية الريزيلينس أو الصمود أمام يعني الكوارث أو الظروف الغير اعتيادية. فزي ما ذكرنا أهم شيء أو أهم عامل لصمود الشركات الريزيلينس أن يكون في عندك نماذج أو نموذج موديل أو نماذج بيزنس يعني بيزنس موديل روبست تستطيع أنها تتأقلم مع الوضع، بمعنى أنه يكون في عندنا عدة قطاعات نركز عليها، القطاعات المكلفة تغلق أو يخفف التركيز عنها، يتم يعني خفض الإنفاق في موضوع الأبحاث حتى يعني نركز على الأمور الأهم، يعاد دراسة الأولويات. يعني دائما الكوارث بتعلمنا إعادة دراسة الأولويات، priority management، إيش الأولوية عندي الفترة القادمة؟ هل الأولوية أني أزيد في موضوع الأبحاث، يعني مثلا زي جوجل أوقف بيكسل بوك، بيركز على شغلة ثانية مثلا الخدمات السحابية، أوقفوا الأونلاين جيمينج سيرفس مثلا، أو بيفكروا يوقفوها على ما أذكر. فإعادة دراسة الأولويات لكل شركة حسب وضع الشركة ومعطياتها في السوق هو يعني حيكون له دور أساسي في التأقلم ويعني
مواجهة القادم يعني في 2023. فطبعا في توقعات كثيرة. أنا أريد أن أعرف يعني التوقعات بخصوص حجم الاستثمارات يا دكتور، يعني هل ستقل أحجام الاستثمارات الموجهة لقطاع التكنولوجيا في أوروبا، بالذات أنه أسعار الفائدة عالميا ترتفع ومنطقة اليورو ليست باستثناء عن ذلك؟ بالنسبة لأوروبا نعم أتوقع يكون في يعني انخفاض حسب يعني القراءات اللي طلعت عليها، لكن بالنسبة للصين مثلا يعني حسب بعض المصادر اللي طلعت عليها زي لندن كولج أو غيرها بتوقع مثلا زي علي بابا نمو بنهاية السنة هذه تقريبا 2%، بنهاية مارس 2023 6%، وبنهاية يونيو 12%. ليه؟ الحكومة الصينية بدأت تعيد النظر زي ما ذكرنا في موضوع الحوكمة، وتفتح نوع من التسهيلات لشركات التقنية وترفع يدها عن القيود اللي كانت حاططها، بالإضافة إلى موضوع تخفيف قيود كورونا أو التشديد اللي كان حاصل. فالنمو يعني يعتمد حسب المعطيات. في أوروبا أتوقع زي ما ذكرت لك نعم هيكون في يعني انكماش لم يكن توقف، لكن بالنسبة للصين حسب المعطيات اللي طلعت عليها ومصادر انه في حيكون نمو. عندنا مثلا شركه ابل في امريكا وضعها ممتاز الى حد مقارنه بغيرها، صامده، عندها لويالتي عاليه، شعبيه عاليه بالنسبه للكاستمر بتوعها، وما زالت صامده وارباحها حلوه شغاله. وفي توقعات النمو وان كانت يعني يمكن ابطا شوي، لكن ما زال في عندهم توقعات للنمو. ايضا في توقعات بالنسبة لجوجل للنمو على قطاع الخدمات السحابية، وجوجل طبعا موجودة في أمريكا وأيضا موجودة في أوروبا. ف يعني برجع أكد على نقطة أن كل شركة ومعطياتها. شكرا جزيلا لوجودك معنا الدكتور فيصل الناصر المتخصص في قطاع التكنولوجيا والمعلومات من الخبر في السعودية، شكرا جزيلا لك.